في ظل ظروف حرجة يعيشها العراق، وللتشاور والحفاظ على الأمن والاستقرار وعدم انزلاق محافظة الأنبار المحررة من الإرهاب إلى متاهات قد تؤدي إلى زعزعة الأمن، عقدت الحكومة المحلية والقيادات الأمنية مؤتمرا موسعا بحضور شيوخ العشائر وعلماء للدين وأكاديميين وغيرهم من وجهاء المحافظة لمناقشة وضع التظاهرات التي تجتاح العراق، ليجمعوا على أن المحافظة لن تكرر ما حدث لها عام 2014 بحسب قائد شرطة الأنبار هادر زيج كسار. اليوم هذا اللقاء هو من أجل التشاور، من أجل الحفاظ على الأمن، من أجل الحفاظ على الاستقرار، من أجل الحفاظ بعدم الانزلاق وانزلاق هذه المحافظة إلى المتاهات وإلى شيء قد يكون يؤدي إلى زعزعة الأمن أو زعزعة الوضع الاقتصادي. كان هناك رأي بالإجماع بأن اليوم المحافظة لا يمكن أن تعاد إلى ما كان عليه في السابق، إلى ما نادت عليه في المظاهرات في عام 2013. شيوخ العشائر قالوا إن العراق يعيش ظروفا صعبة منذ عام 2003، مؤكدين مساندتهم مطالب المتظاهرين المشروعة التي تخدم الشعب بأسره. من 2003 ما حد التفت إلى الشعب العراقي، صايرة طبقتين، طبقة سياسية وطبقة ناس مسحوقة اسمها المواطن العراقي. نحن مع التظاهرات جملة وتفصيلا بأن تكون سلمية وحضارية. تمت مناقشة مطالب جماهير محافظة الأنبار والتي ذهبت إلى بغداد، وكان الجواب إيجابي بالموافقة على هذه المطالب، وكانت مطالب مفيدة جدا للمحافظة بما فيها إرجاع الشرطة المصفرة رواتبهم وإضافة عدد آخر من المتطوعين الجدد، والموافقة على تثبيت الضباط الذين كانوا موجودين ويخدمون في قيادة الشرطة. ناشطون مدنيون في المحافظة قالوا إن المؤتمر جاء لترصين العلاقات بين أبناء المجتمع الواحد وإرساء الأمن. هذا المؤتمر هو من استنتاج أو من أمور الاستقرار اللي حدثت بالمحافظة. نعمل الآن على مكاتفة الأجهزة الأمنية ومكاتفة السيد المحافظ من أجل استمرار الاستقرار ومن أجل بناء المحافظة. تعد هذه هي الموجة الثانية من الاحتجاجات في أقل من شهر، في إطار موجة ثانية من الاحتجاجات المنددة بالفساد.